Hey, this is Yara Hyundai. Toscan. عنده مشكلة. إذا نطلب منه مبين الضوء الصغير. ستاند ليشت. على طول مضوي معه. ستاند ليشت. على طول مضوي معه. لو بيطفي الضوء لو بيضوي بضله مضوي شيل المفتاح وبتقفل السيارة اهو بضله مضوي معه شوف المشكلة شو هي هون بتجي علبة الفيوزات انا فكيتها وفرطتها عادة في هون ريلي هي ريلي هون للضوء وقت اللي بتضوي الضوء بيجي هون بارد على الريلي وبتشتغل بصير بيحول الكهرباء انا شلت الريلي لانه هو عادة مرض فيهم هدولي بس ما من هون طلعت المشكلة ركب له ريلي غيره منها مشكلة ان شاء الله العطل كان بالراديو الراديو هذا إذا بتلاحظ على الفيش هون محروق ودقين ببعضهم sind zusammen gestoßen so jetzt pass mal auf wenn dieses Kabel abklemmen geht Licht aus anmachen guck mal da okay so ein Fehler يعني اللي بيسأل أكثر الشيء إنه شو هو العطل يعني عفوا مبين العطل إنه هون دقين ببعضهم جوا هون الكاميرا هيدي منا يعني توب بس هذا البلوس ضيق بالخط تبع الضوء الصغير لأنه عادة أنت وقت تضوي الضوء بيجي هون بلوس لحتى يضوي الضوء تبع الراديو هون الضوء الراديو بيضوي بس الاورجينال ما هيدي اوكي هلا عم يعمل بالعكس يعني صير البلوس البلوس شتوس دراوف ونجيت الزو ديميتور هيدي فيكسلر الي هنجرب هون بسم الله تسمع صوته geht alles vorne كله تمام ان شاء الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للتوضيح هيدي هي الخريطه هيدي الريلي اللي انا غيرتها اللي عاده على طول بتنتزع هيدي هيدي هي إذا بتلاحظ 87 ريع اللمبات كل السيارة وهذا الشال ده المفتاح تبع الضوء هيدي هي الريلي وهون العطل هذا الراديو هذا الخط ريع الضوء اللي قطعته انا حامل شورت مع هذا الخط البلوس هذا هو الفيش الاورجينال اللي محروق جبت لي رقم 7 كهرباء بلوس ورقم 6 باللويشتونج الضوء هاي الفيشة اللي هو مركبة هادون الخطين بيركبوا هوني الريلي انا ركبت واحدة جديدة برانية ومش الحال ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبكم هالموضوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته